уверен, что наши планы вызовут живой интерес у населения. بكم مصر العربية. إن الديناميكية التي تشهدها العلاقات الاقتصادية والتجارية تدعو إلى الاحترام. ولقد زاد حجم الاستثمار، حجم التبادل التجاري عن 6 مليارات دولار. واتفقنا على اتخاذ خطوات محددة لتعزيز هذا التعاون. كذلك أكدنا على الدور اللجنة الروسية المصرية المشتركة للتعاون الاقتصادي والعلمي والتقني، ومن المخطط أن تعقد هذه اللجنة في القاهرة في الشهور المقبلة. كذلك اتفقنا على عدد من المشروعات الاستثمارية وعلى رأسها محطة الضبعة النووية، وكذلك المنطقة الصناعية الروسية في مصر، وكذلك التعاون في عدد من المجالات وعلى رأسها المجال الصناعي، وكذلك توريد الأقماح الروسية إلى مصر. كذلك توقفنا عند التعاون العسكري والتقني والمعدات العسكرية. فهناك كانت هناك اتفاقات وقرارات اتخذت منذ عام تهدف إلى التعاون في هذا المجال. وكانت هناك تدريبات مشتركة بين القوات البحرية بين البلدين، وذلك في إدارة التعاون بين البلدين في هذا المجال. كذلك هناك تقدم كبير، وأكدنا على إقامة العام الثقافي الإنساني المشترك والذي تم تنظيمه منذ عامين. كذلك تطرقنا إلى بعض المشاكل الإقليمية.